هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل أفراد المجتمع على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين و. 2000 شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون ومائة وسبعة 177 الف شخص هذا وقد تلقى الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من 841 الف شخص